الخلعة شادني، ما عرفتش ديالاش. نمت توضيت وصليت جوج ركعات وطلبت ربي ما يحشمنيش. لبست سروال ديال التين وتشاكيط على البرد والطاقية فوق راسي. شفت في المراية، طلعت راسي وهبت وكلشي مزيان. هزيت الساكادو على ظهري والفلوس لاصقين معايا، كلشي مزيان. هذا هو النهار ديال الحريق. سديت شراجم من على الغبرة وسديت الماء وطيحت الماء كاع، راك عارفين قبل ما كنسافروا. صورت الدار مزيان ودرت الساروت في ساكي. خرجت شديت الطاكسي للمحطة. غادي المصير ما عرفتوش كيفاش غادي يكون. من وصلت للمحطة بقيت واقفة كنشوف جنابي، كنتسنى الدراري. عندها كيكونوا داروا هبية وداو الفلوس. ناري وجهي بدا كيبرد والخلعة كتشدني. شوي وانا نسمع واحد الصوت ورايا كيضحك عليا، سبقشينا. درت بان ليا كريم ورشيد وما يقولوا لي على السلامة. قلت لهم من الصباح وانا نساين فيكم. هو كريم يقول لي عطلنا هاد بوراس، انا غادي نمشي نقطع ونجي. مشى رشيد يقطع لينا، بقيت انا وكريم. قال لي واش فطرتي؟ قلت له ما عنديش منين يدوز، الخلعه راه شداني. قال لي ما عندك منين تخافي، غير توكلي على الله، حنايا معاك، ما عندك ما تخافي. شويه هو رشيد رجع هو يقولنا الكره، وبقات له غير 5 دقائق ويقلع. بقينا ساينا غير واحد شي شويه، صافي هو يوقف في الكار، شدينا بلايصنا. ما كملاش 5 دقائق تقلع، خرجنا من المحطه ماشي غاديه وكنشوف الشوارع اللي كنت كندوز منهم ديما، كندير باي باي لمدينتي. ما عرفتش مدينتي واش غادي نرجع لك ولا عمري ما نعاود نشوفك. صافي مشينا، ما عقلتش شحال من ساعه بالضبط. وحنا نوصلوا لطنجة كان واحد الجو بارد. شي رشيد للتاكسي وركبنا بثلاثة بينا. قال ليه يدينا المرسى فين غادي نتلاقاو مع هذاك السيد. نزلنا خلص مول التاكسي، مساج بدرشيد هذاك التليفون وهو يصوني على هذاك السيد. قال له 10 دقائق وانا نكون معكم. وهذاك الشيء اللي كان دغيا بان. هو يقول لينا يلا هو. هبطنا مع واحد الهبطة قرابين البحر، ما بيننا وبينه والو، أتكون بيناتنا شي شبر هكاك. بقى دار عبينا هابط هكا توصلنا لواحد الفلوكة. هداك مول الفلوكة كان سميتو حسن، وهو يقول لينا غتبقاو هاد الليلة وقبل الفجر، قبل الفجر غادي نخرجو، كلشي يكون واجد وباش نعلمكم من هنا. قبل ما نوصلوا للخط ديال البوليس ديال البحر تلاحوا، اللي كيعرف يعوم مرحبا، اللي ما كيعرفش غير يرجع لدارهم من دابا. وانا نقول لي علاش غادي نخرجوا دابا؟ قال لي لا، اليوم السبت الاغلبيه ما خدامينش. حسين من الايام الاخرين، يعني من كان بغاو نحرقوا راه كنمشيو نهار السبت، غادي نمشيو مع الفجر. خلانا ومشى. دورت وجهي كيبان لي الاغلبيه دراري، غيكونوا غير شي جوج بنات هكاك اللي كاينين، ومعنا شي افارقه حتى هما. مهم جلسنا وحداهم مخشيين في بعضياتنا هكا. مهم صعيب تفهموا هذاك الشيء. اش بقى من الشباب كيغامروا براسهم ويجلسوا هاد الجلسه ديال الدل، علاش؟ حيت ما لقاوش اللي بغاو في بلادهم. ديسكاس حسن. بقينا جالسين كل واحد وشنو كيدير. اللي هز طريف د الخبز كياكل فيه. قالت لهم الجوع بالخلعه اللي راكباني تسدات ليا الشهيه، كنشوف قدامي ومقابله الماش والما كيترش على وجهي. الظلام 12 الليل، شويه كلشي تحزم وتسلح، كلشي مستعد. قالنا يلا طلعوا فوق الفلوكه، وما تفلتوش وراكم. قال لنا صافي يلا ها هو الوقت. واحد البنت فيا تقول له انا ما نقدرش نمشي معاكم، رجع لي فلوسي. ما بغيتش اخويا ما بغيتش. قال لها احنا ما كنلعبوش،
هنا فلوس قباحة ماما، بغيتي تمشي يلاهي، ما بغيتيش شغلك هذاك. طلعنا حنايا الفلوكة، وانا نقول كريم عافاك ديرني قدامك حيت كتجيني انا الدوخه. قال لي صافي واخا اجي بين رجلي هنايا حدايا. نت وجلس بين رجليه، درت القب والجاكيط على الطاقيه ولبست الصباعيات وعنقت الساكادو. هو يزيد بينا شنقول لكم، ما يحس بيا غير اللي مجرب، اللي داز من بلاصتي. وهكاك الليل كامل. واحد الوقت جاني الجوع، جبت الخبز وكاشير وكليت شي شويه. كنشوف حتى شي حد ما كيهضر، كلشي كيقرا القران وكيتمنى يوصل على خير. بنت لي واحد البنت دايخه، يمكن خدات هذيك الفانيته ديال الدوخه شرباتها وهي معنقه واحد الدري. عرفت شي يمكن صاحبها كيبالك واحد المنظر في شكل غير انت والسماء والبحر. داز النهار الثاني وحتى الماش كيضربوا فينا، هاي كتبان لنا شي مجنيت هي هذيك. صافي كنقول هذه هي الاخيره ديالنا. شويه هو حسن ينطق قالنا حنا قربنا للبوليس ديال السواحل، وجدوا راسكم تلاحوا. دار عندي رشيد قال لي ماريا كتعرفي تعومي؟ انا ما هضرش غير زيت راسي. قلت له اه. قال لي مزيان الضو غادي وكيوضح. وقفت الزودياك وبقى شي كيتلاح شي. مشاو قدامي كيعوموا وانا تبعهم. المكان بارد، كل اللي وليت كنترعد. فواحد الوقت هزيت راسي ضربت شي حاجه بجبهتي، كتبان لي شي قرعه ديال الزاج. هزيتها وخشيتها في صدري وكملت العومان. كيبان لي الضو ديال الفار كيدور على البحر. المهم وصلنا تخبينا من مور واحد الحيط ديال المرسى، كان مظلم. يدي عياو والساكادو اللي هزا صافي فشلت. او دارو عندي بنادو الولاد، هو يقول لي واختي ماريا اللي علينا رحنا درناه، دابا ما كاين حتى واحد. البوليس فتناهم والحمد لله على سلامتك وسلامتنا، ولكن حنا الدراري غادي نديبانيو في الزنقه. وانتي راك انتي قلتي لنا بانك غادي ديباني راسك. قلت لهم الله يسهل عليكم. صافي ومشاو. مشاو الدراري وخلوني كنشوف هكا، ما لقيت ما ندير. كنشوف جنابي خاصني ضروري نشد الكار. ايوا من بعد اش غادي نقول لكم، بانوا لي شي دراري تا هما كانوا معايا وواحد الكار دايز تبعتهم. الا ما خفت نكذب هذاك الشيفور هو راه كان مغربي. المهم علينا، خلص هذاك التيكيت وطلعت وركبت حتى لبرشلونه. كيف هبط قبضت الطاكسي ومديت له العنوان، مديت له الفلوس. توصلنا لهذيك الادريسه ديال بابا، هبط جبت التصويره وكنقارن فين غادي ندق. المهم تبانت لي واحد الدار بحال هذيك الصوره اللي صفت لي بابا. قربت ليها وانا ندق وانا نسمع الحش الحس الحس وشي حد بحال كيتمشى. السارو ديال الباب كيدور، تحل الباب زيت راسي لقيت بابا هز واحد الفوطه وكيمسح وجهه. ما عرفش يهضر، بقى ساكت. جاتو الدوخه. اش غادي نقولكم، دخلت للدار بدلت حوايجي، لبست غير البيجامه ديال بابا.